عندي ولد واحد يا أستاذ علي وأربع بنات، زوجت وتعبت عليه، سكن عندي في البيت وبعد 4 أشهر صارت مشكلة بسيطة بين زوجته وأمه. على ضوءها طلع من البيت يا أستاذ وسكن عند عمك، مي مشكلة، شهر شهرين ثلاثة. الآن مرت 1.5 سنة يا أستاذ علي وما يجي ولا يسأل عنه، أمه تمرض ما يسأل، أنا أمرض، راح أخواته، ما في فائدة. يا علي أنا ما أنا محتاج ماديا، يعني الحمد لله بخير، بس الآن أمه في الإنعاش بين الحياة والموت، تقول ما ودي أغمض عيوني في هالدنيا قبل لا أشوف ولدي. يا أستاذ أنا أدري أن في ناس واجد يسمعونك، تكفى قول لي شيء. شا أقول لي يا أستاذ؟ شا أقول لي يا حجي؟ أنا ما عندي غير هذا الفيديو، لعل وعسى قلبه يلين. هذا كلب مو راضي يترك صاحبه عشان يودون المستشفى لأنه واقع، يعني يكون الكلب أوفى من البني آدم، الكلب أوفى من الإنسان لأهله. أتمنى لما يشوف هذا الفيديو يرق قلبه، ما نبغى نقول نعيب زماننا ولا عيبه فينا، ولو نطق الزمان ولنا هجانا فليس الذئب يأكل لحم ذئبا ونأكل بعضنا بعضا عيانا. الذئب ما يأكل صاحبه أو الذئب ما يأكل صاحبه، الكلب وفي مع صاحبه، احنا ما نكون أوفياء مع أهلنا؟ الله المستعان.